فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إلى قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال رحمه الله: بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم، وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة في سياق ذم المنافقين، قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات دل على أن في النساء منافقات مثل الرجال، المنافقون والمنافقات، والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي. نعم. الاعتقادي الكفري، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي يظهر الإيمان ويظهر الإسلام، يظهر الإسلام ويبطن الكفر خداعا ومكرا، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهناك نفاق عملي، وهو يصدر من بعض المؤمنين، وهو أن يتصف بصفة من صفات المنافقين لكن قلبه مؤمن، هو مؤمن في قلبه، لكن قد يصدر منه قول أو فعل يشبه صفات المنافقين، هذا نفاق عملي ويسمى بالنفاق الأصغر. وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان ثلاث من كن أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. فهذه الصفات قد تصدر من بعض المؤمنين لضعف إيمانهم، لكنهم لا يكفرون بها، وتسمى بالنفاق الأصغر، وهي خطيرة جدا، لأنها قد تجر إلى النفاق الأكبر، والاتصاف بها مشابهة للمنافقين، وإن كانت مشابهة جزئية لكنها خطيرة جدا ومرض عضال، حتى يتوب الإنسان منها.